إذا قررنا نيجي على هذا المكان ففي ثلاث كلمات مفتاحية رح نستخدمها: عمواس، كتب، أمانة. ليه هدول الثلاث كلمات وليه تحديدا في هذا المكان؟ هذا اللي رح نعرفه في جولتنا في مقام الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح. إحنا اليوم في مقام من قال في النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. فواحدة من أشهر صفات هذا الصحابي هي الأمانة، ويقال إنه دفن هنا في غور الأردن. بناء على القصص المتداولة وتاريخ هذا المكان، يقال إنه هون ضريح الصحابي أبو عبيدة عامر بن الجراح، فهل هو مقام أم ضريح؟ حسب الروايات وحسب ما ينقل عن كل الروايات إنه أبو عبيدة موجود مدفون في هذا المكان، فهو ضريح ومقام لصحابي أبو عبيدة عامر بن الجراح. يعني بنسبة كبيرة هو بالنسبة لأغلب الظن كله. عند زيارتنا لهذا المكان ما شاء الله واسع، فما المرافق الموجودة؟ يعني زرنا المقام، ما المرافق الأخرى الموجودة اللي ممكن نحظى بزيارتها أثناء وجودنا هون؟ احنا هنا المقام في مرافق عامة، في المتحف، في المسجد، إرواق المسجد، مصلى النساء، في مركز ثقافي، في قاعات، قاعة ملكية، قاعة متعددة الأغراض، في مشروع زراعي، في مواقع سيارات، في سوق تجاري كاملة. يعني مجمع كامل. مجمع كامل، متكامل. طب خليني أتوقف عن ذكر المكتبة. يقال إنه هاي المكتبة هي مكتبة نوعية وفيها آلاف الكتب، شو اللي بيميزها عن غيرها من المكتبات؟ الميزة أول هي تأتي في مكان فقير للكتب الثقافية، ففيها أمهات المراجع الإسلامية من الحديث ومن التفسير، من كتب المراجع التراجم والسير والفقه كله كاملة موجود فيها. جميل. ومنشورات البحوث الإسلامية موجود فيها، والناس بتستعير منها، والناس تستعير فيها وتدرس فيها وتأخذ بها المعلومة منها. في من المرافق الموجودة لما تجولنا في المكان في بئر مي، هل هذا البئر بيعود للفترة اللي كان فيها المقام ولا موجود مع الترميم جديد؟ البئر هو بس حافظ على شكله، ولا هو موجود على المسجد القديم ومن تاريخ قديم، فكان هو متوضأ للناس الزوار المسجد وبيشربوا منه الماء. يعني هو مع وجود المقام كان موجود؟ مع وجود المقام القديم، مش العمار، قبل العمار. طب هلا بيتم استخدامه ولا توقف؟ لا، حد الان لا، بس احتفظنا على شكله. بذكر التاريخ أن الصحابي أبو عبيدة عسكر في هذا المكان مع جنوده لعدة أيام قبل ما يتجهوا لمعركة أجنادين. ما استشهد في المعركة، وإنما كان الطاعون اللي انتشر في سنة 18 للهجرة هو السبب في القضاء على أمين الأمة وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم.